بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي وظائف منظمات الأعمال أو functions of organization؟ كل منظمة من منظمات الأعمال أو منشأة أو شركة لها أربع وظائف أساسية. الوظيفة الأولى هي وظيفة التسويق والمبيعات marketing and sales function. الوظيفة الثانية هي وظيفة الإنتاج production function. الوظيفة الثالثة هي إدارة الموارد البشرية human resource management. الوظيفة الرابعة الأخيرة هي المالية والمحاسبية finance and accounting. بنظرنا إلى الرسم نجد أن وظيفة التسويق والمبيعات واحدة، وظيفة الإنتاج اثنين، وظيفة إدارة الموارد البشرية وأخيرا وظيفة المالية والمحاسبية. ما هي وظيفة أو عمل كل وظيفة من هذه الوظائف؟ أولا وظيفة التسويق والمبيعات marketing and sales function. وظيفة التسويق والمبيعات هي الوظيفة التي تقوم بها المنظمة المعرفة حاجات ورغبات عملائها customers وترجمة تلك الرغبات إلى سلع وخدمات وأفكار مناسبة وتسعير وترويج هذه المنتجات. إذن هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية وظيفة الإنتاج production function، وهي توفير عوامل الإنتاج واستخدامها من أجل صناعة سلع أو خدمات، بالإضافة إلى وضع النظم والقواعد التي تطبق في الإنتاج ومراكز الخدمات بهدف الحصول على إنتاج أعلى بجودة عالية وكلفة ممكنة. الوظيفة الثالثة هي إدارة الموارد البشرية Human Resource Management، وهي وظيفة الاستقطاب والاختيار والتعيين الموظفين، تحفيز العمال، الحفاظ عليهم، تنمية مهاراتهم، تدريبهم، وضع الأنظمة والبرامج المتعلقة بموظفين المنشأة الشركة وتحقيق أهداف العاملين فيها. الوظيفة الرابعة من أهم الوظائف وهي الوظيفة المالية والمحاسبية financial and accounting function، وهي وظيفة إدارة الأموال الخاصة بالشركة والمنشأة وطرق الحصول عليها من مصادرها المختلفة بشكل كفء وفعال، وتمكين المنظمة من إدارة كافة معاملاتها المالية والمحاسبية تجاه أطراف العلاقة معها.